النهاردة ولأول مرة وبعد محاولات استمرت لعشرات السنين للوصول لمعادلة وحيدة وفريدة لوصف الكون بداية من عالم الكوانتم وصولا للكوازرات العملاقة في أعماق الفضاء وكونها المعادلة الإلهية الأعظم المتحكمة حرفيا في كل شيء أو باسمها العلمي The Theory of Everything. فمن مجرد ساعات قليلة أعلن فريق علمي من وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن الوصول لأول دليل علمي بيأكد أننا بالفعل اكتشفنا أصل الحكاية الكونية اللي بدأت من 13.8 من 10 مليار سنة. بل وتبقى للمعادلة الجديدة فمن الممكن حاليا وصف مرحلة ما قبل الخلق الأولى للزمان والمكان. بل والأغرب تماما أن التنبؤ بمستقبل الكون تبقى للمعادلة الجديدة أصبح ممكن وبنسبة 100%. أنا عايز أقولك أن الوسط العلمي حاليا على مستوى العالم مقلوب 180 درجة، لأن الاكتشاف المرة دي مش مجرد فرضية عادية بتاخد وقتها وتتنسى بمرور الزمان، بل هي اكتشاف للمعادلة الأخيرة لأينشتاين اللي مات قبل ما ينتهي من إكمالها بشكل مفاجئ وغريب، واللي بتكشف عن أسرار ومفاجآت حرفيا بيتم الإعلان عنها لأول مرة. وكل ده وأكتر هنعرفه مع بعض النهاردة. أهلا بيكم، أنا محمود حجاب. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. جاهزين؟ يلا بينا. في بداية رحلتنا النهاردة وقبل ما نتكلم عن نظرية بتوصف معادلة هي الأعظم في تاريخ الحضارة البشرية، خلينا نبدأ الحكاية من البداية، أو تحديدا من السبورة الخاصة بألبرت أينشتاين وآخر معزوفة فيزيائية لم يتم إكمالها لحد اللحظة دي. وعشان تستوعب معايا كل كلمة هقولها النهاردة فلازم تكون عارف إن الفيزياء الحاكمة للكون تبقى لعلمنا البسيط كحضارة بشرية ما زالت في خطواتها الأولى في المسرح الكوني الأعظم، بتنقسم لنوعين ملهمش تالت. فالنوع الأول هو الفيزياء الكلاسيكية الخاصة بجاليليو ونيوتن وأينشتاين، واللي عندها القدرة الكاملة على التنبؤ بقوة الجاذبية وبتوصف حركة الأجرام الكونية العملاقة زي النجوم والكواكب. أما النوع الثاني من الفيزياء فهو الفيزياء الكمية، واللي عندها القدرة على وصف كل الجسيمات الدون ذرية بمنتهى الدقة، إلا إنها لحد اللحظة دي ما زالت بتمثل لغز وتحدي كبير في فهمها والتحكم فيها بشكل كامل. لكن الغريب إنك لو حاولت تطبق قواعد أي نوع من قوانين الفيزياء على النوع الثاني بتفشل فشل ذريع، ومن هنا بدأ الخلاف في المجتمع العلمي لحد النهاردة. وأكيد مش هيكون عندنا أي خلاف بعد اللايك الجميل منك على الفيديو يا صديقي الجميل. المهم، بدأ أينشتاين في محاولات استمرت لعشرات السنين بأنه يدمج النوعين من الفيزياء في نوع موحد أو يونيفايد، بغرض الوصول لنظرية قادرة على التنبؤ بكل شيء حرفيا في الكون بالكامل. لكن ليه ممكن نتعب نفسنا ونكتشف معادلة موحدة في حين أننا ممكن نوصف الأجسام الكبيرة في الكون بالفيزياء الكلاسيكية ونوصف العالم الدون ذري بفيزياء الكوانتم؟ وساعتها بالفعل مش هنحتاج للنظرية الموحدة في أي شيء إطلاقا. لكن في الواقع أن النظرية الموحدة هي حرفيا أهم من النظرية النسبية لأينشتاين، لأن باكتشاف المعادلة دي هتكون عندنا القدرة على الوصول لأسرار كونية جديدة تماما، والإجابة على أسئلة حيرت الحضارة البشرية من آلاف السنين. وأول الأسئلة دي، إحنا اتخلقنا من إيه من الأساس؟ وهنا مش بتكلم عن التراب إطلاقا، بل بتكلم عن الوحدة الأصغر من كل ده، أو الجسيم اللي اتخلق منه الكون بكل ما يحويه، أو تقدر تقول إزاي اتوجدت الطاقة اللي اتخلقت منها الأوتار الفائقة من الأساس. وكل ده بالإضافة لأسئلة أعظم وأغرب تماما، زي مثلا إيه اللي حصل أو كان بيحصل قبل الانفجار العظيم وخلق الزمان والمكان، وهل إحنا بالفعل بداخل كون من عدد لا نهائي من الأكوان المتوازية أو المالتيفيرس؟ وبالتالي فكل الأسئلة دي من الممكن الإجابة عليها باستخدام نظرية كل شيء بمنتهى السهولة والدقة. فالكون بحجمه العملاق اللي بيوصل ل 93 مليار سنة ضوئية بيتم التحكم فيه باستخدام أربع قوى طبيعية أساسية. فعلى سبيل المثال، كل الأجسام الكبيرة زي النجوم والكواكب والبشر بيتم التحكم فيها بقوة الجاذبية كأهم قوة من قوى الطبيعة الأربعة الأساسية. وبفضل النظرية
النظرية النسبية لأينشتاين أدركنا إن قوة الجاذبية هي أكبر من مجرد قوة سحرية عندها القدرة على جذب الأجسام الكبيرة بعضها لبعض، بل بيمثلها التشوه الناتج عن النسيج المكون للكون نفسه باسم نسيج الزمكان، وتكون وقتها الفيزياء الكلاسيكية محكومة بقوة الجاذبية فقط لا غير. لكن من دلوقتي هتبدأ المتعة كلها بسيطرة كاملة على عالم الجسيمات الدون ذرية من ثلاث قوى طبيعية أساسية. أولهم القوة الكهرومغناطيسية بقدرتها على الحفاظ على تماسك الذرات مع بعضها، والقوة النووية القوية بقدرتها على الحفاظ على تماسك النواة بداخل الذرة، وأخيرا القوة النووية الضعيفة المسؤولة عن التحلل الإشعاعي بمرور كل لحظة. وساعتها تكون القوة الثلاثة دي بالإضافة للجسيمات المكونة للذرة النموذج القياسي أو الستاندرد موديل، واللي عنده القدرة الكاملة على وصف العالم الدون ذري بمنتهى الدقة. لكن أنا عايزك تنسى كل اللي سمعته حالا وتستمتع بجمال وعظمة العالم الأروع ستيفن هوكينج بأجمل وصف هتسمعه في حياتك لنظرية كل شيء أو theory of everything. فالعالم هوكينج قدر أنه يوصف الثقوب السوداء أو البلاك هولز بكونها أجرام كونية عملاقة وعندها القدرة على الربط ما بين الكون بحجمه العملاق وعالم الكوانتم، وكل ده باستخدام قوة الجاذبية. وبالتالي قدر بشكل بسيط أنه يكتشف ظاهرة كونية قدرة على الجمع ما بين الفيزياء الكلاسيكية وفيزياء الكوانتم، أو بشكل أدق الوصول لنظرية حاكمة لكل شيء في الكون بالكامل. فالثقوب السوداء هي أجرام كونية خارقة الكتلة والكثافة، وبالتالي بتمتلك القدرة على تكوين أكبر تشوه في نسيج الزمكان، بل ومنع الضوء من الهروب من قوة جاذبيتها العملاقة. وبالرغم من أن أينشتاين تنبأ بوجودها في الكون بنظرية النسبية العامة سنة 1916، إلا أن ستيفن هوكينج سنة 1974 وبعد اكتشاف أول الثقوب السوداء في مركز مجرتنا درب التبانة قدر أنه يوصل لحقيقة عن الثقوب السوداء غيرت فكرتنا تماما عن كونها مجرد أجرام كونية بتتحدى قوانين الفيزياء، وهي أن الثقوب السوداء زي الحبات الفوارة لما تكون جوه المية، لأن مع الوقت بتتآكل وتقل كتلتها وحجمها وتنطلق منها كميات عملاقة من الطاقة. ونتيجة لعظمة اكتشاف زي ده وقتها اتسمى الاكتشاف على إشعاع هوكينج أو هوكينج راديشن. لكن خلينا أسألك سؤال غريب شوية، إزاي الطاقة بتقدر إنها تهرب وتنطلق من الثقب الأسود في حين إن حرفيا كل شيء حتى الضوء هو سجين جواه إلى الأبد؟ في الواقع ان العالم ستيفن هوكينج بدأ في استخدام فيزياء الكوانتم عشان يقدر يوصف المشهد الغريب لهروب الطاقة من الثقب الاسود، لانك لما تبدأ تتخيل شكل الفضاء حالا برا كوكب الارض فهتتوقع انه فراغ بالكامل وبرودة مرعبة وكأنه حرفيا مصنوع من العدم، والكلام ده للأسف غير صحيح، والفضاء يعتبر عكس كده تماما. فالفضاء حي بدون اي مبالغة وفي حالة من خلق وانعدام للطاقة على المستوى والذري في كل لحظة، وبيتم إيجاد الجسيمات على مستوى الفضاء بالكامل على هيئة أزواج متضادة ومتعاكسة. فالمادة والمادة المضادة بينشأوا في نفس الوقت، ودايما بيتم تدميرهم بمبدأ فيزيائي بيسمى بالأنايليشن أو الإنعدام. فالعالم هوكينج تخيل زوج من الجسيمات أثناء خلقهم في مكان قريب من منطقة أفق الحدث حوالين الثقب الأسود، ودي المنطقة حوالين الثقب الأسود اللي وقت تخطيها مستحيل الهروب منها بأي شكل من الأشكال. لكن ولا أول مرة الزوج من الجسيمات دي مش هيتم تدميرهم بالأنايليشن، لأن واحد منهم هيتم جذبه في اتجاه الثقب الأسود، وبالتالي لو الثقب الأسود هيقدر أنه يمتص ويحصل على الطاقة السالبة فلازم برضو يشاع مقدار من الطاقة عشان ينطبق مبدأ الحفاظ على الطاقة أو conservation of energy. وبالشكل ده أثبت هوكينج أن الثقوب السوداء بتفقد كتلتها بمرور الوقت، وبالتالي مش بتستمر في وجودها الى الابد. وبالتالي فهوكينج وصل لكل ده بدمج مبدأ الكوانتم بقوة الجاذبية كواحدة من القوى الاساسية الاربعة في الكون، واللي يعتبر اقرب وادق وصف قدرنا نوصل له لحد اللحظة دي لنظرية كل شيء او theory of everything. بل ان بعض العلماء بدأوا في وصف نظرية كل شيء على انها مطابقة تماما لنظرية الاوتار الفائقة او string theory، واللي بتنص على ان كل شيء في الكون
الكون مخلوق من أوتار متشابهة في الطاقة، وعلى حسب تردد واهتزاز الأوتار بيتخلق منها الجسيمات الدون ذرية زي الإلكترونات والبروتونات وحتى النيترونات. بل قد يصل تأثير الأوتار الفائقة على خلق جسيم الجرافيتون اللي يعتقد أنه المكون الأولي لقوة الجاذبية والمسؤول عن نقلها خلال نسيج الزمكان بالكامل. لكن وبالرغم من جمال وعظمة كل ده، فنظرية الأوتار الفائقة ما زالت مجرد نظرية على ورق وغير مختبرة عمليا لحد النهاردة. أنا عايزك تتخيل معايا إن كل اللي اتكلمنا عنه النهاردة هو مجرد جزء بسيط من 5% من المادة العادية المكونة للكون بكل ما يحويه. أما باقي 95% فهي الطاقة المظلمة والمادة المظلمة، واللي بالرغم من عدم تفاعلهم مع الضوء إطلاقا واعتبارهم من القوى الخفية في الكون، إلا إن تأثيرهم هو الأقوى في تطور الكون من لحظة الانفجار العظيم وإلى الأبد. لكن السؤال دلوقتي، هل تعتقد إن المادة المظلمة والطاقة المظلمة قد تكون بالفعل بتمثل عالم متداخل مع عالمنا وبيحوي كائنات من أنواع مختلفة عننا وموجودة في وسطنا دلوقتي حالا، لكن وبالرغم من كده من المستحيل التفاعل معاها بأي شكل من الأشكال؟ وكالعادة مستني أعرف رأيكم في الكومنتات.